ارمي او ما بعرف والله شو اسمها، ساسانغ ولا شو. المهم هي ذي البنت عملت سحر اصوات لجون كوك وجيمين، عملته ونزلته على تيك توك، على حساب في تيك توك، وكمان كان عندها حساب الانستغرام كانت تشوه صورتهم. فاتمنى تروحوا تبلغوا عليها، فحساب الانستغرام انحذف، فنرجعت نزلت حساب في التيك توك انها بس تشوه صورات بي تي اس، كي عندها 200 متابع تقريبا. فاتمنى تروحوا تبلغوا عليها.